قناة الدار متواجدة حتى هي بالديار الإسبانية بمدينة لوغرونيو. هنا كنشوفوا هذه الوقفة تنديدية على ما يسري ويجري في هذه المدينة في قضيتنا الوطنية، وكنتمنى يتفك هذا الأمر بخير وعلى خير. وهنا المغاربة كنشوفوا المغاربة فين ما كانوا رغم قلتهم، ولكن الحمد لله إنسان تيتعاون وكيأدي الواجب ديالو كامل كما هو. الآن كنتواجدوا بمستشفى سان بيدرو بمدينة لوغرونيو في إسبانيا. هذه وقفة احتجاجية على ما يقع داخل هذا المستشفى. مباشرة من مدينة لوغرونيو مستشفى سان بيدرو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.